وحنتكلم عن التصورات لإصلاح المنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية، خاصة خلال رؤية 2030، وهي الرؤية طبعا رؤية كبيرة جدا. نحن نهني فعلا المملكة العربية السعودية والقائمين على الأمر في أنهم هم قادرين يواكبوا، بل وكمان زي ما بقولوا رؤية مستدامة لتنمية مستدامة. نعم، رؤية 2030 بدأت في 2016، رؤية طموحة يعني بهدف تنمية شاملة في كل المجالات، فيها مشروعات ضخمة جدا حكومية يعني بمبالغ كبيرة. الرؤية من ضمنها إصلاح المنظومة العدلية، والإصلاح فيه جانبين، في جانب إصلاح الآليات اللي هي الحوسبة القضائية، وده مواكبة للشيء اللي بيحصل في العالم، وفيها جانب تقنين بعض القوانين، التدريب، التطوير، وده كله خدمة للمواطن، بيحقق السرعة، بيحقق الدقة. الآن كل يعني معظم المعاملات، يمكن أكثر من 90%، تقدر ترفع المعاملة إلكترونيا، سواء كان عندك صحيفة دعوة، عندك استئناف. ده بيحقق الشفافية، بيحارب الفساد، ففيها ميزات كثيرة. والمملكة تقريبا المصنفة الخامسة عالميا في الحكومة الإلكترونية، وفي يعني عشرات